قتلت ابوها الساعه 8 لحد دلوقتي الساعه 4 الصبح لا روحت وقفلت تليفونها وما راحتش عند حد نعرفه يبقى جرالها حاجه اكيد جرالها حاجه مش عارف ازاي حبيتها هي حبتني لحقت احب واحده تانيه غيري درجات انت خايفه من واحده هتكلمي يا شريف انا عمري ما هبقى لوحدي انت جنبي وهتفضل جنبي حدني اعتبر ان عمري ما قابلتك ولا عرفتك اتجوز قلت عليكوا ازاي تشوفوني كل السنين دي وانا قدامكوا كده مش هسيبك عشان بحبك زعلانة منك قوي ما تظلمش مراتك وبنتك عشان شوية أنانية منك أو نزوة مين دي اللي بتقول هتروح تتجوزها؟ بالنسبة للمشكلة الزغنططة اللي هي بتاعت إنها مراتي مش لافتة انتباهي خالص؟ في إيه يا بنتي؟ أنت عاملة كده على واحدة ما تعرفيهاش يعني أمر ميلو دبيته في وشه دلوقتي؟ أنا ما سمحتكيش لحد هنا وتحترمي نفسي 24 ساعة بتتفرج على ديسبريت هاوس وايف ونور أم وهنا لسنوات البلا الأزرق دلوقتي أكبر دكتورة نفسانية في البلد يا لهوي أنا هطلب من حسين يطلقها الصور اللي عندك في البيت هي اللي عاملة فيها كده لما بنتك تبقى دكتورة ما ينفعش أنت تبقى منجد لو حد عارف إن أنا عندي بيتنا رصاصتين ومع السلامة